مره انكم بتزغروا في حالكم دائما ترى يكبر. هذا المعرض هو عبارة عن ملابس كساء قدمت من اللي هي دولة قطر، دولة تركيا شقيقة، وهي كانت مساعدات لقطاع غزة، استلمتها وزارة الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية الآن عملت عدة معارض على مستوى قطاع غزة لتسليم هذه الملابس إلى الأسر المحتاجة، وهي عبارة عن هدية من تركيا. اليوم نحن نفتتح معرضنا في مدينة غزة، وهو عبارة عن آخر معرض حيكون من ضمن المعارض. نعرفش إذا حيحدث في أي إطار أو لا، يعني يكون في معرض جديد، لكن هو المعارض كانت على مستوى قطاع غزة، شملت كل الحالات المحتاجة من وزارة الشؤون الاجتماعية، من الجمعيات الخيرية التي كانت ترسل الأسماء إلينا وتم التنسيق معها وتم التوزيع، والحمد لله رب العالمين. أصل في وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على عقد هذه المعارض الخيرية لكي نساهم ونشارك في تسليم المساعدات التركية التي وصلت إلى قطاع غزة عبر سفينتين، السفينة الأولى والسفينة الثانية. هذه المساعدات اشتملت على كثير من الأنواع، ولكن تركزت على المواد الغذائية كالسكر والرز والدقيق. والله جايين ناخذ مساعده عن طريق الشؤون الاجتماعيه، قالوا لنا في مؤسسه تركيه والحكومه التركيه دعم الشعب الفلسطيني، واحنا طبعا بنوجه رساله شكر لرجب طيب اردوغان ومؤسسه افاد على المساعدات اللي بتقوم فيها للشعب الفلسطيني.